السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كثير بنات لبس عليكم بخير هانين، كنت مني يا رب تكونوا بخير وعلى خير. شو نقول لكم اليوم؟ جيت باش صراحة هذا الفيديو هذا ما عرفتش كيفاش لقيت راسي باغا نهضر فيه. يعني دابا شتي تي الهضرة ما بقيتش عارفة نهضر. شتي التليفون دابا بديت كنشوف في يوتيوب في الانترنت هكا كنقلب، قريت في واحد البوست وشفت شي فيديو، قريت ان واحد الاخت معنا في يوتيوب، يعني واخا ما كنعرفهاش يعني شخصيا، ولكن صراحه انا من المتتبعات ديالها قديما كنتفرج فيها، وصراحه يعني كيعجبوني الفيديوهات ديالها، كتعجبني طريقتها في الهضره، كتعجبني كيفاش عايشه مع الاسره الصغيره ديالها، كتعجبني موتور كتعجبني كيفاش كانت كتهضر مع الام ديالها، كيفاش مرضيه مع الام ديالها. صراحه يعني مؤخرا شفت واحد الفيديو في رمضان على ما اظن، وقيله والله ما عرفتش في رمضان والله ما عقلت، المهم شفت واحد الفيديو كتهضر فيه ومتاثره بزاف بالمرض ديال الام ديالها. الام ديالها ديجا هي كدير دياليز على ما اظن، كانت كدير دياليز، حتى جا شحال من مره في الفيديوهات ديالها كتقول كتهضر على الام ديالها ملي كانت وقيله يعني خارج المغرب، وكتهضر على الام ديالها والمرض ديال الام ديالها. ومنين كتهضر في هذا الفيديو صراحه تاثرت بزاف، حيت الام شي حاجه كبيره بزاف، وصعيب انك تشوفيها يعني مريضه وما قادره ديري ليها حتى شي حاجه، سيرتو انك كتحسي بواحد الضعف واحد العجز صعيب صراحه. وبقات فيا بزاف واثرت فيا، وكنت كنتمنى نسمع عليها شي خبر زوين، ولا ان الام ديالها تمثلت للشفاء، ولكن للاسف الشديد هذا الصباح هذا، يعني هذا دابا كاملاش واحد 10 دقائق كنشوف حتى كنلقى ان الام ديالها توفات. عرفتي صراحه تصدمت بزاف، تصدمت شانلك دابا على واحد الشخص هذا اليوتيوب صعيب فاش كتكوني متبع شي ناس كيقولوا، المهم كاينين الناس اللي تافهين دايرين تفاهه في القنوات ديالهم، ولكن طغفو كتبي بعض القنوات كتبعيهم كيكون عندهم واخا كيديروا حياتهم اليوميه وداك الشيء، كتبعيهم مره كتلقاي كتعيشي معاهم هذاك الحياه ديالهم، يعني كتكوني بحال اللي عارفه عائلتهم، بحال هاد الاخت هذه يعني مره كنت كنشوف الفيديوهات ديالها بحال يعني الام ديالها مسكينه، شفت كيفاش جات فاش جات للمغرب وكيفاش فرحات ببنتها ودارت لها الرفيسه، وكيفاش يعني حنا تاثرنا، فما بالك هي اللي الام ديالها. صراحه كنقول لها ان لله وانا اليه راجعون، وكنقول الله يرحمها يا رب ويثبتها عند السؤال، وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يصبر هذه الاخت اسيه، سيرتو انها حامله مسكينه وصعيب الحال عليها، الله يصبرها يا رب يكون معها. فكنا ليها ولا اله الا الله محمد رسول الله، ما عرفتش اش غادي نقول يا ربي صبرها، ويا ربي يرحم الميمه ديالها، ويا ربي خلينا الوالدين ديالنا ويلطف بينا يا ربي. هذا ما كان، ما عرفتش كيفاش ديت الكاميرا ودرت هذا الفيديو هذا، كان كنطلب منكم تداو مع بالصبر يا ربي على الصبر، حيت انا صراحه فاش كنشوف شي ام ماتت كنتاثر بزاف، سواء واخا تكون شهد الام غير مره ولا غير سمعتي، كنسمع ام ولا اب ماتوا صافي كندوخ، وحق الله العظيم صعيب الحال، صعيب تشوفي الام ديالك يعني الموت ديال الوالدين صعيب بزاف، وخصوصا ان السيده حامله مسكينه وجات يعني كل وشدها الحجر الصحي في المغرب ومرضات الام ديالها حدا وما قدرت دير لها والو، ولو انها كانت مريضه ولكن كانت كتشوفها كتمشي وتجي حداها وكانت عاديه. ايوا المهم كنطلب منكم اللي شاف هذا الفيديو هذا دائما بالرحمه، وربي يثبتها عند السؤال، ولي دائما الابنه ديالنا بالصبر هي والعائله ديالها، وصبرها ربي يا ربي على هذه المصابه هذا، وشكرا بزاف، مع السلامه.